عارف في اليابان حاجة عندهم، في اليابان عندهم لما الواحد يتعلم تعرف نفسه ما أقدر أقول أنا دكتور عصام بخاري. اليابان ثقافته ما تقدر تفخم نفسك، فأنا إذا جيت أتكلم حقولك أنا عصام بخاري ما حقدر أقول لك. التربية اللي تربيت عليها كما يقول بيت الشعر: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. كنت إذا لم أستطع أن أحقق المركز الأول، الترتيب الأول في المدرسة، أعاقب. فكونك أنك تأتي بالمرتبة الأولى شيء طبيعي، إذا ما أتيت بالمرتبة الأولى على مستوى المدرسة على مستوى المدينة تعاقب. طبعاً من المواقف اللي لا أنساها، كان هنالك حفل لي للفصل لما كنت في الأول ابتدائي، ألقيت كلمة الفصل. كان في تلك الأيام مسابقة تقام على مستوى منطقة جدة في الإلقاء، فعدت المدارس ترشح الطلاب من الخامس والسادس ابتدائي. أستاذ محمد جميل مشكوراً طلب أني أنا أمثل المدرسة، ولله الحمد المدرسة حققت المركز الثاني وحققت الميدالية الفضية. فكان يقول أنه كان هذا الحصان الأسود الذي راهننا عليه في السباق. ممكن هذا الموقف سبحان الله زرع في الإنسان أهمية أنك تمكن الناس، تعطيهم الثقة، تمنحهم الفرصة. لما جيت أقدم على الجامعة قالوا مستحيل أنك تدخل جامعة من جامعات المقدمة في اليابان، مستحيل. اتصلت على الوالدة الله يحفظها في ذاك الوقت، قلت لها: والدتي تاج راسي، أنا عندي خيار من اثنين، إما أني أدرس في جامعة يابانية متقدمة جدا لكن أحصل على معدل جيد سي، أو أني أدرس في جامعة ضعيفة وأحصل على معدل A ممتاز، بماذا تشورين عليه؟ بدون تردد كان جوابها: عصام الجواب واضح، ادخل جامعة قوية وجيب امتياز. يعني من المواقف اللي لا أنساها أيضا أنه كان أحد زملائي في اليابان جاء المعمل، كان بيقدم في شيء يسمى الزمي أو حلقات العلم، نجلس طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كلنا مع بعض، فجاء طالب كان لابس معطف البرد، الأستاذ الياباني زجره، قال لابد أنك تحترم الأستاذ، تحترم الطلاب الذين معك، وطرده. فكانوا يعلمون السلوك والانضباط قبل ما يعلمون العلم. الثقافة اليابانية فيها الكثير من القواسم المشتركة مع الثقافة السعودية. الثقافة اليابانية فيها بر الوالدين، فيها الزواج عن طريق التعارف، فيها المهر، فيها العيدية، إكرام الضيف، الصيد عن طريق الصقور. الوجبة الرئيسية في اليابان هي الأرز، مثل المملكة. بمجرد أنك تتجاوز البحر الأحمر لا يعود الأرز هو الوجبة الرئيسية. مهمتنا ومسؤوليتنا نقدم لهم محتوى يتناسب مع ثقافاتنا، يغرس فيهم المبادئ، الحب، يجعلهم يقتدون بأبطال من تاريخنا. أنه يهمني الطفل أنه يحب ثقافته، يشعر بالفخر والاعتزاز بها، مو أنه يفتخر بكاوبوي أو نينجا أو فايكينج. أنا أبغى يكون مهتم بالفرسان العرب، بأبطال من المملكة العربية السعودية. تاريخنا فيه الكثير من الأبطال. مانجا إنتاج فيلم الرحلة لم ينجح فيلم الرحلة لولا وجود كل فرد في مانجا إنتاج. الموارد البشرية، المالية، الخدمات المشتركة، التسويق، التوزيع، الفريق الإبداعي، حتى عمال الصيانة، حتى الذين يصبون القهوة، وحتى الأمن، كلهم شاركوا في نجاح فيلم الرحلة. طبعا لا أنسى أعضاء مجلس القيادة والقيادات، حقيقة أعضاء مجلس الإدارة والقيادات في مانجا إنتاج ومؤسسة مسك. وقبل هذا كله الرؤية والطموح من سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه، اللي هو الملهم لنا واللي دائما يعلمنا أن عنان السماء طموحنا. هذا الرجل، هذا القائد الذي آمن بالشباب السعودي، هو الذي كان سر النجاح وخلف هذا النجاح وخلف النجاحات القادمة التي سوف تأتي بإذن الله. أنا سعيت بالتدريس في الجامعات اليابانية، لكن سعادتي كانت أكثر عندما كنت أتحدث للأطفال في المدارس اليابانية. تحدث الأطفال يسألونك أسئلة تتفاجأ منها. يعني كان من ضمن الأسئلة يسألوني: طيب أنت تتكلم أنه في السعودية عندكم درجة الحرارة مرتفعة، لماذا تلبسون ثياب بيضاء بينما العبايات لونها أسود؟ أسئلة قد تستغرب منها تماما. وكانت المدرسة يقولون لي: عصام من فضلك عندما تلقي محاضرات لأطفالنا في اليابان في الثالث ابتدائي الرابع ابتدائي لا تعطيهم المعلومة كاملة،
لأن احنا نريدهم بعد ما تنتهي من المحاضرة أنهم يبحثوا، وسوف تأتينا بعد أسبوعين ليقدموا لك عرض عن الأشياء اللي هم بحثوها عن المملكة. شيئين تعلمتها في اليابان سأقول لك: أهمية العمل بروح الفريق وأهمية الانضباط. ما كان هذا النجاح ليتحقق لولا دعم أسرتي، سواء يعني والدتي، وطبعا رفيق الدربي يعني أم رفاء، يعني معي في الحلو والمر، يعني أستشيرها في كل شيء، حتى في تغريداتي، حتى في تصريحاتي الصحفية، وطبعا أبنائي رفاء وآلاء وعبد الملك. قد تفاجأ، لكن أنا رجل بيتوتي على أعلى مستوى، أحب أني أقضي وقتي أنه أجلس مع أبنائي أتفرج معهم رسوم متحركة يومياً. الأشياء اللي كنت أشاهدها في طفولتي، أجلس يومياً وشاهد حلقة مع زوجتي وأبنائي، نسير سوياً في الرياض، نتسلق جبال، نلعب مع بعض بولينج، نتجه مع بعض للسينما. فلأني مؤمن أنه لا معنى أنك تنجح في حياتك العملية والمهنية إن لم تنجح في حياتك الأسرية والعائلية. أنا رجل أؤمن بالتوازن بين الحياة والعمل، أؤمن أن احنا نأتي في بداية العمل وننتهي في نهاية العمل. أحاول قدر المستطاع ما أشغل فريقي خلال الإجازات أو بعد الدوام، لأن أريدهم أن يستمتعوا بحياتهم الأسرية، حياتهم الصحية، يمارسوا هواياتهم ليعودوا ويبدعوا في الحياة المهنية. لأنه لا معنى أنك تدمر الحياة الأسرية والصحية لفريقك على نجاح الحياة المهنية، هذا أبداً، هذا لا أسميه نجاح على الإطلاق. ثروتنا الحقيقية في المملكة العربية السعودية ليست البترول وليس الغاز ولا الموارد الطبيعية، أنتم الثروة الحقيقية للمملكة العربية السعودية. الرهان عليكم، أنتم محظوظون بوجود قيادة تؤمن بالشباب السعودي وتراهن عليه وتستثمر فيه. عنان السماء طموحنا، طموحنا مثل جبل طويق. يا شباب، أنتم الآن ترسمون المستقبل. نصيحتي لكم: اعملوا لثلاثين سنة قادمة، أربعين سنة قادمة، خمسين سنة قادمة، انظروا إلى مئة سنة، مئتين، تلتمئة سنة قادمة. اعملوا شيء يفتخر به أبناءكم وأحفادكم وأحفاد أحفادكم.